أطلقت وزارة تضامن الحملات التوعوية عيلة لكل طفل، وذلك بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة في إطار من العمل المشترك نحو التوعية بمنظومة الأسرة البديلة وتوعية المجتمع بضرورة توفير رعاية أسرية جيدة لكل طفل، إما في أسرهم الطبيعية أو عن طريق تقديم رعاية بديلة لهم في حالة فقدان الأسرة. من الجدير بالذكر أن الحملة تأتي في إطار رعاية الطفولة وهو هدف قومي، وذلك من منطلق أن لكل طفل في العالم حقا في الحصول على التعليم والرعاية الصحية الملائمة والحماية من أي إساءات قد يتعرض لها. وتأتي الحملة لتشجيع الأسر على كفالة الأطفال والتوعية بأهميتها ورفع وعي المجتمع بضرورة تغيير نظرة المجتمع نحو فكرة الكفالة. وتأتي الحملة ضمن مشروع دعم نظم الرعاية البديلة الذي تموله هيئة إنقاذ الطفولة الدولية. وقد تم تصميم الحملة لتشجيع الأسر التي لديها أطفال بالفعل على كفالة طفل جانب أبنائها الطبيعيين، بما يساعد على توسيع قاعدة البيانات الخاصة بالكفالة في مصر، وأيضا معالجة المفاهيم الخاطئة والرؤية السلبية للطفل المكفول، بما يعزز التصور الإيجابي لمفهوم الكفالة والرعاية البديلة في مصر. نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه معاكم ومصر جميلة. مصر جميلة بطباعها وعاداتها وتقاليدها اللي اتربينا عليها من زمان ومستمرة معانا، وبتجعل طبيعة وخصوصية للشعب المصري، الشعب اللي بيحتضن يعني كل المشكلات الخاصة بيه وبيحلها. علشان كده زي ما بنقول ان الأسرة المصرية بتكون يعني هي النواة الخاصة بالمجتمع، وبتكون هي المسؤولة عن كل ما يتم تقديمه للمجتمع. في بعض الأحيان بنجد بعض الأطفال اللي فقدوا هذه الأسرة، إزاي بيتم احتضانهم وإزاي بيتم الكفالة بالنسبة لهؤلاء الأطفال؟ وأعتقد أن أدياننا كلها بتحث على كفالة الطفل اللي بيفقد أسرته، وإزاي يكون في نشر لهذه الثقافة والوعي من خلال العديد من المبادرات اللي بتقوم بيها وزارة التضامن، وده طبعا تحت المظلة الاجتماعية اللي بتقدمها الدولة. خلونا نعرف أكثر عن مبادرة أو حملة عيلة لكل طفل اللي بتطلقها وزارة التضامن، ونشوف إزاي بتؤثر بشكل إيجابي على احتضان هؤلاء الأطفال. اسمحوا لنا إن احنا نرحب بضيفنا اللي مشرفنا، الأستاذ كريم بلال، منسق مبادرات بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا حضرتك، منورنا. وطبعا هي مبادرة كريمة، فخلينا نعرف السادة المشاهدين في البداية ما هي مبادرة أسرة لكل طفل. المبادرة ببساطة جدا تحت إطار عملنا إن احنا نحرك المنظومة بتاعتنا من إن احنا بنرعى الولاد من خلال دور الرعاية، إن هي تبقى من خلال أسر بديلة. فدايما يعني بدل ما هم في دور الرعاية يبقوا مع الناس في بيوتها. بالظبط، احنا اوريدي عندنا دور الرعاية شغالة وبنقفل الولاد فيها، ولكن احنا شايفين، ومش احنا بس، العالم كله توجه حاليا دلوقتي، وبعض التجارب الناجحة جدا على مستوى العالم توجهت لفكرة الأسر، أسر الحاضنة، الأسر البديلة، الأسر اللي تبقى قادرة إنها تستضيف الأولاد جوه بيتها، ولو هي حتى زي ما أنت بدأتي كلامك عندها أولاد. ازاي ان احنا بنوجه للاتجاه دوت، وازاي ده بيفرق نفسيا واجتماعيا وصحيا مع الولد انه ينشا داخل اسره من اب وام قادرين ان هم يرعوه، او حتى لو من ام بس، لان احنا بعد شويه هنبقى بنتكلم عن شروط الكفاله وازاي ان انت ممكن تكون قادر انك تكفل هذا الولد داخل البيت عندك. فكان التوجه في الاول واحنا بنشتغل على الفكره دي هو ايه الافضل للولد؟ الولد اللي هو مجلود، يعني احنا لو بنتكلم دلوقتي احنا بنشتغل على مين؟ احنا بنشتغل على الاولاد اللي هم ما لهمش اسره، ما عندهمش اسره لسبب ما، السبب ان دوت ان هو موجود في الشارع فتوجه ايا كان السبب. بالزبط. خلاص هو طفل بدون اسره. بالظبط. لا بس كمان مش بس ان هو اللي هنا، لا مش، لان في ناس من الاسباب ان اولاد عندهم اسره ولكن غير قادرين على الرعايه، زي مثلا اولاد اللي هم اهلهم مسجونين او اللي هم عندهم مشاكل، احنا بنحاول نوضح كل الافكار اللي موجوده. فالولاد دي احنا بنبدا نشتغل معاها ازاي بقى؟ التوجه العام اللي كان سابق ان الولاد دي بتتحرك ناحيه جمعيات اهليه، فالجمعيات الاهليه بتستضيفها داخل دور الرعايه. احنا دلوقتي بقى عندنا حل بديل من 2016 هي الاسر البديله. الاسر البديله خرجت من خلال الدوله ان احنا يبقى عندنا لجنه عليا للاسر البديله. اللجنه العليا دي بشكل او باخر بتعمل بشكل جاهد ان احنا يبقى عندنا استضافه للولاد. قدرنا نحقق ارقام كبيره
بالفعل على الارض، ان احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا عندنا 11106 اسره بديله في مصر. ده رقم كبير، ده رقم بيفوق عدد الولاد اللي موجود جوه دور الرعايه. طب هل نقدر نقول اننا بالفعل اصبح عندنا دلوقتي قاعده بيانات اقدر من خلالها اقول الارقام اللي حضرتك تفضلت وذكرتها دي؟ ده من التوجهات بتاعتنا الاساسيه، بحيث يكون في نوع من يعني السرعه حتى في الاداء بشكل او باخر. خلينا اقول ان دي ثقافه مجتمع، يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت في العادي ان بيبقى الولاد دول بيتوجهوا لدور الرعايه اللي هي تبع الجمعيات الاهليه. ازاي بننشر هذه الثقافه في المجتمع في مختلف المحافظات علشان نقدر بالفعل نشجع هذه الاسر انها تكفل هؤلاء الاطفال؟ تعالي نتكلم على ثلاث نقط انت فتحتيهم دلوقتي. اول نقطه هي نقطه قاعده البيانات. من التوجه الاساسي ومن الاساسيات اللي عملنا هي القاعده دي. قاعده البيانات دي بتشمل الاسر البديله، بتشمل الاولاد اللي موجوده جوه الاسر البديله، وبتشمل فيها كل بيانات هذه الاسر من بقى دراستهم من خلال الولاد دي، تواجد سكنهم والنطاق الجغرافي بتاعهم، كل ده موجود دلوقتي واحنا فعلا بدانا ننشئه، ودوت من اعمال اللجنه العليا للاسر البديله. اللجنه العليا للاسر البديله كمان لما جينا نبص على فكره الانتشار، يعني كان ده اصعب حاجه. في بدايه كلامك عجبتني قوي، احنا بنتكلم على العادات والتقاليد الخاصه بمصر، صح؟ ودوت على قد ما هو ايجابي موجه لنا شويه جزء سلبي. ازاي؟ ان احنا عندنا ارث، ارث بيقول لك ان التبني التبني حرام. واحنا ما بنتبناش، احنا بنكفل، بس بنكفل يتيم، بنرعى، ما بناخدش اسمه، صحيح؟ ودوت كانت المشكله، اللي احنا دايما احنا عندنا تحديات لما بنيجي نطلع بحاجه مهمه زي دي هتفرق مع المجتمع كله، كان بيبقى قدامنا تحديات لازم نشوفها وتبقى واضحه قدامنا وبننورها علشان نقدر نشتغل عليها احنا كفريق عمل بشكل كويس. فالتحدي دوت هو اللي طلع منه حمله عيله لكل طفل، ان لازم يبقى في تغيير للموروث الثقافي اللي موجود ونشر للفكره، وان احنا نقعد معاكم النهارده هو احنا مبسوطين جدا من ده، ونقول للناس يا جماعه ايه هي صفات الكفاله دي؟ هل الولد اللي موجود ده بياخد اسمي؟ بيرث الارث بتاعي فانا يبقى عندي صراع؟ طب خلط الانساب؟ كل ده مش موجود. احنا بنتكلم في كفاله بنرعى الولد جوه البيت، والكفاله دي مش بس منك، احنا كمان كوزاره بنكون شريك معاك بشكل متلازم على مدار عمر الولد، بنرعاك انت شخصيا كاب وام بديله، بندربك، بناهلك كويس جدا جدا. يعني من الشروط الاساسيه اللي احنا شغالين عليها ان مفيش حد بياخد الكفاله دي الا لما يمر على الدوره التدريبيه الخاصه بينا. الدوره التدريبيه دي بقى فيها تاهيل نفسي، فيها تقيل على التربيه، وايه هي اسس التربيه الاساسيه؟ ده احنا يا جماعه ما عندناش في حياتنا الاساسيه كده. احنا بقى بندور على الحاجه اللي ممكن تخلي الامر نموذجي عند هذا الابن. طبعا ازاي نقدر نربيه؟ ازاي نقدر نشتغل معاه؟ ايه المشاكل اللي ممكن يقابلها؟ طب حل المشكلات دي يحصل ازاي؟ طب ارجع لمين؟ وهنا برضو ده جزء مهم قوي ولازم طيب نعلمه. معلش خلينا نتكلم دلوقتي قبل ما ندخل في التفاصيل دي عن شروط الكفاله، مين يصلح ان هو يكفل طفل عنده في بيته ومين لا يصلح؟ احنا عندنا انجاز مهم جدا للجنه العليا للاسر البديله، وهو ان احنا قدرنا نغير في بعض التشريعات. يعني كان في مشكله، كمثال مثلا ان الام او المطلقه او الارامل ما يقدروش ان هم يكفلوا قبل 45 سنه. فمن التحديثات انه لا بقى 30 سنه تقدري ان انت تقدمي. الاب والام لازم يكون مر عليهم 3 سنين زواج، وممكن يحصل استثناء للامر دوت لو في حاله عقم. احنا عندنا شروط واضحه جدا. من الشروط مثلا المؤهل الدراسي، ان يكون الاب والام عندهم على الاقل شهاده الثانويه العامه او ما يعادلها. فبناء عليه بضمن ان الولد دوت هيعامل جوه اسره متعلمه مثقفه قادره انها تنشئ عند الولد ثقافه. صح. ببص لجانب اخر، ببص ان انا اطمن على التدريبات وان هم يلتزموا بالتدريبات اللي هتبقى موضوع عليهم ك عمل داخل المنظومه دي، واللي احنا الاتفاق او عقد الاتفاق اللي هيتم بيننا على الرعايه. فاحنا دي بعض الشروط اللي احنا بنشتغل عليها وبنحس انها شروط اساسيه في العمل. هل الاسره يعني لو عندها اولاد وحابه ان هي تكفل طفل بيبقى ليه سن معين؟ على حسب مثلا عدد الابناء اللي موجودين في الاسره، على حسب المكان اللي هيقيم فيه، يعني ازاي بنعمل التوليفه اللي حضرتك بتقول عليها دي بما يضمن ان الاسره دي هتقدم هذه الرعايه وهناك متابعه من قبل الوزاره؟ هو اللي حضرتك قلتيه ده بحث، صح؟ يعني شفتي اللي حضرتك قلتيه كده من بعض المعطيات، هو ده اللي احنا بنعمله بالظبط. اللجنه اللي حضرتك بتقدمي ليها طلب الكفاله
بتبص على بحث اجتماعي لحياتك. حياتك دي بقى المقصود بيها هنا عملك، دراستك، حضرتك بتشتغلي على ايه، طب انت دلوقتي تقدري تقدمي ايه للولد، وبناء عليه بيتم التوليفه اللي حضرتك بتقولي عليها. طب انا عندي ولاد، طب سنهم قد ايه، طب هما يفضل يكون معاه ولد ولا بنت، يفضل يكون الولد دوت من عمر كذا لكذا. وعشان كده اللجنه دي فيها ممثلين من اطراف متعدده، نتكلم في وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، وزاره العدل، وهنتكلم ليه الناس دي موجوده، يعني كل طبعا. حد متوفر لسبب ما، جمعيات اهليه، جمعيات اهليه دي مقصود بيها هنا مجلس قوام للطفوله والامومه، الجمعيات الاهليه بكل تواجدها والمجتمع المدني بتواجده والفريق الخاص بالدعم النفسي بيقيس كل اللي احنا بنتكلم عليه دوت، وما باخدش موافقه الاسره البديله الا لما ابقى راجعت هذه اللجنه بشكل مباشر، واللجنه دي بحثت الامر وحست ان فعلا الانسب والنموذجي للولد ان هو يكون هنا. ليه بقى الناس دي موجوده؟ ده سؤال مهم قوي. لان كل اجراء بيحصل هو مترابط ببعضه. يعني بدايه من اول ما الولد ده تم التعرف عليه في مثلا في الاسم الموجود ليه او توجه بيه بالاسم، وبعدين اتحول للاحوال المدنيه وخد اسم، وبعدين راح لاقرب جمعيه او تم توجيهه للجمعيه، فاحنا هنا بنترابط اهو وزاره الداخليه، بعدين رحنا للجمعيات الاهليه والمجتمع المدني، بعدين حسينا ان احنا محتاجين نرجع لمجلس قوامة الطفوله والامومه، منظومه متكامله. كان دايما مهم عندنا التشابك، ان كل حد له علاقه بالطفل يبقى موجود جوه. اذا كان في، معلش عشان برضو ايه الحاجات اما بتبقى كتيره كده يعني ساعات مثلا تيجي احد الاطراف يقول لا ده ما ينفعش علشان كذا، الطرف الثاني يقول لا ده ينفع، هنا وجود بقى نوع من اتخاذ القرار او المظله اللي بتجمعهم كلهم بحيث ان يبقى في اجراءات محدده ونظام بيتم اتباعه ومتابعه للاداء الخاص بالتعامل مع هذا الطفل ونموه وادراكه، يعني عايزين برضو يبقى في نوع من الضمانه بالنسبه لهؤلاء الاطفال. هو اللجنه تيسيريه، يعني اللجنه وجودها تيسيري لهذه الامور مش بتعقدها. وانا نسيت بس اذكر كيان مهم جدا في اللجنه، مشيخة الازهر ودار الافتاء، وهم كانوا بالنسبه لنا وجودهم هو يعني ارتياحيه للمين؟ للمواطن المصري، ان يا جماعه اهو الدين موجود، احنا مش الموضوع مش مخالف للدين تماما، عشان نبقى مريحين هذه لا هي فكره الكفاله يعني موجوده في المجتمع، بس دايما الناس كانت بتحط فلوس في دار الايتام او يكفل له طفل داخل المؤسسه اللي بترعاه او يرعوه ويمروا عليه باوقات معينه بالزبط. ولكن احنا لما جينا نقيس مدى التاثير النفسي على الولد ده لقينا ان احيانا بيكون سلبي. ليه؟ لان فجاه بنقطع، او فجاه ممكن اقدر اجي لك شهر اتنين تلاته فانا اتعلق بيك ومبقاش موجود. يعني لقينا ان في عدد من المشاكل اللي ممكن تكون بتمر على الولد. هرجع للسؤال بتاعك عشان ده كان مهم قوي، هو اللجنه التيسيريه او لجنه الاسر البديله دي هو ما مش ممكن تبقى هي اللي بتعرقل الامر من تعدد الاسماء؟ لا خالص، هو كل واحد فيهم ليه جانب بيمر عليه بنطمن من خلاله وبنضمن الجوده اللي موجوده لهذه الاسره عشان ابقى مطمن على الولد. اي بس جزئيه المتابعه يا فندم، يعني جزئيه متابعه الاسره ان هي فعلا بتقوم بدورها كما يجب ان يكون تجاه هذا الطفل، ان ما فيش تفرقه ما بينه وما بين الاولاد الموجودين داخل الاسره. صح، عندنا اخصائي الاسر البديله اللي موجودين في المديريات، اللي هو حضرتك بعد ما بتعمل العقد بتاعك بتبدا تتابع معاهم بشكل مباشر، ان انت حضرت التدريب بتاعك الاولاني فاخدت الموافقه بتاعتك ان انت اسره بديله، خلاص انا هل الموضوع بينتهي عند هذه الخطوه وخلاص هو الولد بقى عندك؟ لا طبعا، لا طبعا، احنا عندنا متابعه مستمره ودوريه مع الاسره دي، ومش بس كده احنا عاملين خط ساخن، حضرتك ممكن تكلمنا في التليفون هو 19-8-28، الخط دوت تقدر تسال فيه عن كل التفاصيل الخاصه بالاسره البديله. يعني انا دلوقتي كريم طلع دلوقتي عبر عن الموضوع، ما ادانيش كل الافكار، عايز اسال، ارفع التليفون على دوت واسال على اي حاجه عايز تعرفها. الطفل داخل الاسره هل في مرجعيه ليكم على طول؟ يعني لو لا قدر الله كان في مش مرتاح في الاسره عايز يروح مباشرة. عند حد. احنا ما بنعملش الموضوع دوت من خلال الاستبيان ورقي او حاجه، لا احنا في لقاءات مباشره دوريه مع الاسره ومع الولد. ومش بس لقاءات، احنا بنأهل الأسرة، ده طبيعي جدا، بس كمان بقية المبادرات اللي عندنا بتأهل الأولاد اللي جوه هذه الأسر، لأني أنا قادر إن أنا ممكن يكون الأسرة دي قادرة إنها تعلمه مثلا دراسيا، لكن مش قادرة تأهله نفسيا، ممكن نشتغل معاهم على ده. احنا بنساعد بكل الجوانب اللي نحس فيها إن الولد هيبقى بيمر بتجربة حياتية يقدر من خلالها يخرج هو شخص سوي. صالح للمجتمع. استقبال المجتمع بقى، واكيد حضراتكم لمستوا دوت من خلال الندوات او المقابلات اللي تمت بالفعل، استقبال المجتمع
طبيعه الاسر اللي بتقوم بالدور ده، لان مش شرط على فكره كتير ممكن يفتكر ان لازم تكون اسره غنيه او عندها مستوى مادي معين، بالعكس في ناس بتبقى بسيطه جدا لكن هي حابه انها تقدم الخير، وممكن يكون عندها اولاد وتقول لا انا هزود كمان هاخد طفل ارعاب مع اطفالي علشان يبقى في نوع من التكافل زي ما حضرتك قلت. لمستوه ازاي وايه المشكلات او التساؤلات اللي ممكن تكون بتدور في اذهان الاسر؟ يعني عشان اوضح قوي الاجابه بتاعه الامر ده، زي ما كنتوا بتقولوا هو الامر موجود في المجتمع، ولكن يعني في صدام كده بيحصل مع جزء بنحتاج ننزل فيه وننزل قوي كمان، ننزل نتعمق جوه شخصيه المواطن المصري من الموروثات دي. ان انا لما باجي اقول لك طب انا حابب ان انا امشي في الاتجاه اللي انا متعود عليه طول عمري، انا حاسس ان انا لما اروح الدار طب هو انا لما اخده البيت هل انا هبقى مسؤول قوي عن هذه الدرجه؟ في ناس بتتخوف من امر ان انا طبعا خوف ان انا مسؤوليه طبعاً. ده امر يعني كبير جدا، كبير قوي طبعا. وعلى النقيض مره اخرى ان تلاقي ناس اصلا هي اللي بتدور على ده. أيوة. يعني في تجارب بجد بتبهجنا، ناس بتاخد الناس من الشارع وهي اللي بتدور عليه وبتبقى هي بترعاهم، وبعدين تيجي تقول لك انا عايز بقى اخلي الامر قانوني. انت متخيل الموضوع ما مشيش في اي اجراء، ده هو عمل ده. لا يعني في ناس عندها ده وفي ده، بس اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي. وعشان كده يعني مثلا من ميزه الحمله بتاعت عيله لكل طفل انها شغاله على السوشيال ميديا او على موقع التواصل الاجتماعي، انها بقت توصل اكتر للمجتمع، وبدانا نشتغل على هاشتاجات او على شعارات بتتوجه للناس، زي مثلا سندك مش لازم يكون من دمك. طبعا السلوجنز دي او الشعارات دي بتوجه للناس قوي ويتغير عندهم المفهوم اللي موجود السابق، وبحاول دايما ارسخه عنده. فابدا دلوقتي لما انزل انا اشتغل على الارض الاقي الموضوع اسهل، لما اجي اعمل ندوه تعريفيه الاقي الموضوع اسهل، لما اجي اتكلم مع الناس ان انتوا حابين ان انتوا تعملوا دوت الاقي الموضوع ابسط واسهل، وبدات اكسر بعض الجوامد اللي كانت موجوده سابقا. صحيح. طيب لو بصينا كده وقيمنا التجربه دي والمبادره برعايه 11,000 طفل في اسر بتقوم بالمسؤوليه تجاه هؤلاء الاطفال وبترعاهم وتاخد مسؤوليه ان هم تطلعهم ناس صالحين داخل المجتمع، تقييم حضرتك للمبادره وما نأمله في الفتره القادمه؟ تقييم المبادرة ان احنا ماشيين في اتجاه ايجابي جدا نحو ان احنا نتحول لهذه المنظومة، وتتحول دور الرعاية لدور استضافة ما بين ان هو الولد بيستضاف فيها لحين ما يتم توفير ليه الاسرة البديلة بالاجراءات اللي احنا بنتكلم عليها، ودوت يعني املنا زي ما بيقولوا. واملنا اكتر بقى الخطوات القادمة اللي احنا شغالين عليها، ان احنا قابلنا بعض التحديات، التحديات دي احنا بنشتغل عليها بشكل محدد جدا، ان احنا نشتغل على التوعية التثقيفية داخل المجتمع، نشتغل على تأهيل الأسر، واحنا ده اوريدي البرامج اللي احنا بنعملها دلوقتي واللي بنشتغل عليها، ولكن التوسع فيها، تأهيل الأسر دي بشكل مباشر، المتابعة والتقييم المستمر للدور دي للأهالي للأسر البديلة اللي احنا بنشتغل عليها، المتابعة للولد جوه الأسرة، كل ده وبرامج بدأنا نعدها وعاملين دلوقتي وشغالين على مقترح إعداد دليل إجرائي، الدليل دوت فيه كل هذه التدريبات اللي المفروض يمر بيها الأسرة والابن على مدار التجربة كاملة لحين ما يتم انتهاء الكفالة، أو لو هو حابب إن هو يكمل مع الأسرة بيتم الاختيار في الوقت ده. هي مجهود كبير بنحيي حضراتكم عليه، وإن شاء الله نقدر بالفعل يعني نساهم في إيجاد عيلة لكل طفل بإذن الله. احتواء العيلة مش مجرد مكان بس، لكن هو يعني تغيير في مسار أي إنسان. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ كريم بلال منسق مبادرات بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتوفيق، وعايزين مبادرات أكتر وأكتر إن شاء الله. ألف شكر لحضرتك. نشكر كل السادة المشاهدين تابعونا النهاردة، وإن شاء الله بكرة اللقاء يتجدد مع حضراتكم ومصر جميلة.